الخبر نترقبه قبل وقوعه. الخبر نلاحقه بعد وقوعه. الشرقية نيوز، أول من يعلم الخبر وآخر من يتجاهله. بعد ليلة صبغها الدم، يطالع البغداديون آثار الدمار الذي خلفته التفجيرات في عدد من مناطق العاصمة العراقية. مصادر طبية أكدت سقوط أكثر من 100 شخص بين شهيد وجريح بانفجار عدد من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة استهدفت أحياء سكنية ومطاعم ومراكز ترفيهية خلال أيام عيد الأضحى. مثل المشي جماعة شو يسوي، هذا جات من دفاع طار على باب الله. الملك ناشف، الملك تحت شيء ماكو غير الله. بيوضع ايه تعبانة، انفجارات، شهداء يعني بالجملة، شو نطلع؟ يعني الواحد ما يقدر يطلع للركن، ما يقدر يطلع. يعني هسه هذا قريب عن بيت الانفجار، يعني ما 4 أمتار عن صار الانفجار، الله يقبلها محمد. يعني هسه بيدفن عظم البشر، هسه بس قاعد يدفن. أعنف الهجمات حدثت بمنطقتي القريعات وبغداد الجديدة التي انفجرت فيهما 5 سيارات مفخخة. بس اللي قاوا هاي هم مجموعة تأذت، اللي استشهدت اللي جرحى بيها سيارة أوبل انفجرت الساعة 2:30 يعني ما شفت أنا قاعد خطية تقطع جسم بطن المصارية طلعت هنا. علي بن عدنان همنا هنا جيراننا، واحد حسين بن نعيري توفى، علي فارح هناك توفى، القصاب همنا توفى، كل يعني انفجار قوي يعني هائل الانفجار، يعني السياسة تصيح الانفجار. رد جاء لينقذ ما يمكن انقاذه من خلال انتشار امني مكثف لقوات الجيش والشرطة العراقية بمحيط المتنزهات وتفتيش المارة وتدقيق أوراق السيارات. معدلات العنف في بغداد شهدت ارتفاعا منذ مطلع أيلول عام 2013 مقارنة مع شهر آب الذي سبقه، إذ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن شهر أيلول شهد مقتل وإصابة أكثر من 3000 عراقي بعمليات عنف في أماكن متفرقة من البلاد. للشرقية نيوز، مينا سيسيل، بغداد. فلننظر إلى النسبة الثانية 40%، يمكن أن نحد من هذه الأعداد؟ نعم، هذا الأمر ليس بالأمر الصعب والعسير. لو أنه تضافرت الجهود وكانت هناك إرادة لدى جميع المعنيين بهذا الشأن من أجهزة الدولة، الأجهزة الصحية وغير ذلك من هذه الأجهزة المعنية بهذا الملف، وابتعدنا عن هذه الأجواء التي نعيشها في العراق من صراع على المصالح وصراعات سياسية، وكانت هناك رغبة صادقة وحب في قلوب الكثير ممن تصدوا للأمر لمعالجة هذه الظاهرة، أمكن أن نتقدم كثيرا. هنا نحتاج بإزاء هذه الأعداد الكبيرة في الشق الثاني أن يكون هناك اهتمام من جهة إكمال بناء المستشفيات. هناك 10 مستشفيات كبيرة ضخمة في عدة مدن في العراق منذ سنوات عدة، وهي لحد الآن ربما البعض لم ينجز منها النصف. مطلوب أن تكون هناك دراسة للأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة، لأنه كما نرى أن هذه الأرقام معرضة للتصاعد سنة بعد سنة، خصوصا ما نشهده في السنوات الأخيرة، إذ أن الظروف كما تقول الدراسة، الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية باتت تشكل ضغطا نفسيا كبيرا على المواطن العراقي. حتى نلاحظ أيها الأخوة والأخوات أنه في كثير من الأحيان المواطن العراقي ربما لديه حالة من الميل إلى العنف، للتعامل بشدة. هذا من أين جاء؟ ليس في طبيعة المواطن العراقي مثل هذه الصفة، من أين جاءت؟ هذا الضغط النفسي، ثقل النفس الكبير بسبب هذه الظروف يولد مثل هذه الحالة، والتي أدت سنة بعد سنة كما تذكر هناك إحصاءات أخرى تتعلق بالأمراض النفسية في العراق أخيرا.
يعني بعض المعنيين في وزارة الصحة يذكرون أن الأمراض النفسية في العراق بدأت تزداد سنة بعد سنة، وخصوصا أمراض القلق والكآبة، هذه مرتبطة بالظروف التي يمر بها العراق. المرجعية الدينية هنا في النجف الأشرف، آية الله العظمى السيد السيستاني أطال الله عمره الشريف أمر برفع صوره من الدوائر الحكومية والأماكن العامة، وهذا له دلالة. الدلالة الأولى زهد المرجعية الدينية وعدم منافستها لأحد، لا تريد أن تنافس أحدا، مع تقدير طبعا المشاعر الطيبة للناس، المشاعر الطيبة لمن يريد أن يضع صورة ذاك في محله، ولكن المرجعية الدينية تعرب عن زهدها بذلك. وفيه دلالة قد يقرأها البعض، دلالة التحذير من الاستغلال السياسي. التحذير، خلي صورة بيتك، خلي صورة بيتك، أما في المحلات العامة في المجالات الحكومية ربما يكون هذا استغلالا سياسيا. مرجع الدين يقول أنا لا تستغلون اسمي ولا أعمالتي، صورتي لا تخلون. حذرت الأمم المتحدة من أن 6 ملايين عراقي لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر على الرغم من غنى البلد بالموارد الطبيعية والبشرية وإنتاجه أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا. وذكر بيان للبعثة الأممية في العراق ينامي بمناسبة اليوم العالمي للفقر أن على الزعماء السياسيين في العراق إيجاد سبل لمواجهة التحديات الأمنية الحالية ووضع سياسات شمولية تخفف من الفقر وتطوير وسائل عيش مستدامة لجميع العراقيين. ونقل البيان عن الممثل الأممي في العراق نيكولاي ملادينوف قوله إن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة العراقية ومنظمة المجتمع المدني لإحداث مصادر دخل وتعزيز مستوى المواطنين بهدف إعطاء كل مواطن صوتا والمساهمة في نهاية المطاف في إحداث الظروف الملائمة لتحقيق سلام دائم في العراق. اليوم العيد بصمة ونكهة خاصة به تميزه عن باقي أيام السنة، إلا أنه لم يعد مختلفا هنا في مناطق بيوت الصفيح أو ما تسمى بالمتجاوزين، فالفقر والجوع والحرمان لم تترك من العيد إلا اسمه ومن الفرح إلا رسمه. شوف المطر اللي هنا نصير للركبه، والله نوجف على هيك وقفة للصبح لصار المطرنا بالله عظيم، احنا ناس شاتلنا هبري نكذب على الله وعليكم، بعد ما كل شيء ماكو لا معاش لا شيء، نجيبنا نسافه رمل نجيبنا شيل ما نقدر والله والله، عالم كله مو بالسنه كله عالم هم ما اروح بالبيوت ما اقدر تطلع يعني وين تروح. غياب الاماكن الترفيهيه وغلاء اسعار الالعاب مقارنه بامكانياتهم الماديه جعلت أطفالهم يبتكرون ألعاباً بسيطة وتقليدية فيما بينهم، وهم يعيشون عزلتهم عن العالم الخارجي حتى في أيام العيد. والله كل شيء ماكو، والله جهز أطفالها والله بالضيب. شو تجهز يعني من أطفالها؟ ليش تجهز؟ يعني أغلب الناس تشتغل عمالة تسمع يوميتها 10,000 دينار أو 15,000، زين وين يوديهن؟ للوضع المعيشي يوديهن لل تعال أنت تشوف الكميات يا أخوي مستقطعينها، لا شكر لا كل شيء ماكو، والله الشهر هذا جا الشكر، الشهر الثاني ماكو. زين تشوف انت العالم هذه متضرره منين لها يعني؟ اذا هو يشتغل عامل يوميته 10,000 وين يوديه؟ يروح يشتري شكر، يروح يشتري دهن، ما عندهم. يروح يعني ايش قوه يشتري الاطفال ملابس. يعني ما عندهم، ايش يسوون؟ طالب احنا من الحكومه ان شويه تدير بال علينا. غلاء الاسعار وتراجع مستواهم المعيشي دفع سكان بيوت الصفيح الى قضاء العيد بالتزاور فيما بينهم، منقطعين عن المدن، وكانهم يسكنون مدنا غير مدنهم. للشرقية نيوز غزوان الغزي الناصرية.